أخبار اليوم. مؤسسة عملية بتتوارث بشكل سهل وسلس جدا، بيسلموا الراية لبعض وسبلاجر وكلهم اول ان وان، مفيش حد منهم تقدر تفصله عن التاني او تقدر تخليه يلعب لوحده في الملعب زي ما بيقولوا. 17 سنة رؤساء كلهم احلى من بعض وكلهم اقوى من بعض، حاتم خاطر، حسن عبد الله، نهاد رجب، حلمي ابو العيش، خالد اللقاطي، احمد صبور، اشرف الجزائري، حسن الخطيب، عمر صبور، حسام فريد، واخيرا احمد مشهور. بتسال حد فيهم تقول له فلان ده كويس قوي، يقول لك بس فلان كان كمان كويس. ده قدر يعبر بالجمعيه في الفتره دي، يقول لك بس انتوا ما خدتوش بالكم، ده لعب من جوه كويس قوي ووقفنا على رجلينا في وقت صعب. حقيقه ده نموذج انا شخصيا بشوف ان لو الدنيا ماشيه كده في مصر هتبقى احلى. مساء الخير جميعا وكل سنه وانتم طيبين. مش عايز اقول لكم ولا عارف اوصف سعادتي بالحشد اللي موجود هنا معانا النهارده. معانا الحكومه ممثله بمعالي الوزيره مشرفانا، معانا البرلمان ممثل في عدد كبير، فاحب ارحب بهم كلهم اعضاء البرلمان الموقر، ومنهم طبعا عضو مجلس الاداره واختنا حبيبتنا مي البطران، سعداء بوجودها معانا. احب اشكر كل رؤسائي السابقين اللي موجودين هنا ومؤسسي الجمعيه اللي حاضرين معانا النهارده. احب اشكر اعضاء مجلس الاداره والاعضاء بتوع الجمعيه اللي هم الاساس اللي احنا بنقدر نظهر بيه افكار اللجان القطاعيه المختلفه، وبنتحرك بقوه في الموضوع ده، وبنحاول على قد ما نقدر ان احنا نوصل رؤيه اللجان الى متخذ القرار. وافتكر مع وجود هذه المنصه او هذا البلاتفورم زي ما احنا بنحب نسميه، هي دي الطريقه اللي نقدر نحل بيها اي مشكله. نقعد على ترابيزه واحده نحاول نتناقش، لا يمكن هنوصل لتوافق 100% في اي موضوع، ولكن لو قدرنا نوصل لتوافق حتى لو 10% 20% لازم نبتدي نشتغل ونتحرك عليه، وده بالظبط الهدف بتاعنا. احب اشكر الراعي الرسمي بتاعنا اليكس بنك، الراعي السنوي اللي هو لسه واخد جايزه ومدرك له علينا احسن بنك في الاس ام ايز في الشرق الاوسط كله، فاحب كلنا نحييه على المجهود اللي هو عامله هو والفريق الجميل اللي موجودين كلهم.